نتكلم دلوقتي انه كاس هيبقى اوروبي، والحقيقه انه هناك تطور في اللعبه الاوروبيه وهناك شكل مختلف للعب الاوروبي. ايه المختلف في اللعب الاوروبي عن اللعب اللاتيني؟ يعني دايما الناس بتستمتع بالكره اللاتينيه، ايه اللي حصل هنا مختلف؟ يعني الحقيقه انه كاس العالم ده تابعنا فيه انه حتى انت كنت بتقول لي قبل ما ندخل الهوا انه ما بقاش معتمد على نجوم، احنا معتمدين على التطور في اللعبه، على التكتيك، على اللعب الجماعي. فهنا اللعب الاوروبي ازاي مختلف في كاس العالم ده؟ بصي حضرتك، احنا عندنا فكره اللعب الجماعي واللعب الفردي. اللعب الفردي احنا ممكن يكون منتخب عنده نجم او نجوم، فبالتالي يعرفوا ان المدرب بيسخر امكانيات الفريق كله للنجم ونخلي النجم كمان يساعد زمايله، لكن في بعض المنتخبات اللي اساميها كبيره بتعتمد طريقه لعبها على النجم ده، فالنجم ده لو اتمسك او لو اتلعب عليه مان تو مان زي بلغه الكوره ما بنقول، هيبقى الحلول اللي عنده قليله جدا. فبالتالي ده اللي احنا شفناه في نسخة كاس العالم الحالية، ان الناس ادركت خلاص 2018 ان اللعب الجماعي كرة فعلا 11 لاعب مش لاعب واحد بس. حاجة تانية، قارة اوروبا احنا شايفين ان الدوريات الكبيرة بدأوا ان هم يعتمدوا اكتر على اللاعب الاوروبي، وبالتالي حصل تطور لكل المنتخبات اللي موجودة في قارة اوروبا، عكس ما كنا بنشوف قبل كده ان معظم الدوريات فيها لعيبة من امريكا الجنوبية او لاتينوس زي ما بنقول. فبالتالي قل المواهب في قارة اوروبا وقل الاعتماد على اللاعب من امريكا الجنوبية، وبالتالي شفنا اللاعب الاوروبي دلوقتي هو اللي متالق. يعني منتخب كرواتيا على سبيل المثال هنلاقي ان كل لعيبته بتلعب في اقوى الانديه في اوروبا، نفس القصه منتخب بلجيكا، نفس القصه منتخب فرنسا، انجلترا، بنتكلم في اقوى الدوريات اللي موجوده في العالم. يعني هنتكلم ايضا على ان منتخب البرازيل دلوقتي، كنا بنشوف زمان ان احنا عندنا نجوم كبيره جدا في المنتخب البرازيلي في ناحيه اليمين وناحيه الشمال وفي النص الملعب وفي الهجوم، دلوقتي المواهب في البرازيل او المنتخب بقى يعتمد اكتر على اللعيبه اللي موجوده في الدوري المحلي. لاي مدى فعلا الموضوع ده بينطبق تحديدا على البرازيل؟ يعني امبارح انا منهم يمكن متخيل البرازيل بقى تكسب وبتاع، لاي مدى فعلا الموضوع ده منطبق جدا على المواجهه امبارح بين بلجيكا والبرازيل؟ ما احنا بنتكلم على ان بلجيكا بلد مخططه من زمان جدا على انها عايزه في يوم من الايام يكون عندها جيل تطلعه تربيه كويس. يمكن دي اول مره بلجيكا طبعا طبعا توصل بلجيكا، يمكن الانجازات دي كلها، يعني حتى في اليورو الاخير خرجت من دور الثمانيه تقريبا امام المنتخب الويلزي، منتخب الويلزي كمان مش منتخب مصنف عالميا، لكن احنا بنتكلم على منتخب البرازيل، منتخب تقيل، منتخب اسم يخوف، عنده بطولات عالم، يعني صاحب اعلى رقم من البطولات في كاس العالم. فبالتالي احنا بنتكلم على ان لعيبه منتخب بلجيكا مين هم؟ ده منتخب البرازيل، عندنا لعيبه محترفه، عندهم كيفن دي بروين احسن لاعب، احسن صانع لعب في الدوري الانجليزي، بيلعب في مانشستر سيتي، صاحب حصل على الدوري الانجليزي، عندنا لوكاكو راس حربه مانشستر يونايتد بيلعب في اقوى دوري، عندنا ماريون فلايني، عندنا فيتسل، عندنا فيرتونخن، عندنا كورتوا حارس تشيلسي. وبالتالي الاسماء اللي موجوده في الانديه ناس تقيله، عكس منتخب البرازيل اللي هنلاقي ممكن بعض اللعيبه عنده بتلعب في الدوري المحلي. وكمان منتخب البرازيل امبارح كان عنده مشكله في نص الملعب، ان هو ما عندوش البديل، لما كاسيميرو، في لعيب اسمه كاسيميرو ده كان موقوف المباراه اللي فاتت، عنده انذارين وبالتالي مش بيلعب. باولينيو لاعب برشلونه في نص الملعب كان مصاب، وبالتالي لعب وهو عنده اصابه بس اتخدر من قبل الدكتور، وبالتالي لاعب ما كانش في مستواه، فمين البديل؟ ما عندهمش بديل غير بديل محلي. فدي النقطه اللي كانت متاخده دلوقتي برضه في كاس العالم، ان انت عندك حضرتك اهم حاجه ان انت اللعيبه بتاعتك يكونوا بيلعبوا في انديه قويه، فبالتالي ده يكون مردوده كويس على المنتخب. يعني منتخب روسيا ليه منتخب بيدافع؟ ليه ما عندوش الامكانيات؟ ما عندوش ولا لاعب محترف، عنده لعيب واحد بس فقط محترف في الدوري الاسباني، لكن بقيه اللي موجودين كلهم بيلعبوا في الدوري المحلي، وبالتالي شفنا ان منتخب روسيا ما عندوش حلول خالص، بيلعب على قد امكانياته، بيلعب على قد فرصه، وده مش عيب، لكن العيب ان انت يكون عندك امكانيات محدوده وامكانيات قليله وعايزه تلعبي اكتر منها.